دائما واحتفالا بعيد الاضحى المبارك تنظم جمعية الاعمال الاجتماعية لعمال النظافة بالمحمدية وبالتعاون مع شركة سيطا البيضاء. الحملة التحسيسية تحت شعار اليد باليد لنظافة الالغام. وكنرحبوا بسكان ديور الخرم. انا السلام ورحمة الله. الاسم ديالك سي مجيد الكيحي، عضو في جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة. في إطار لقاء اليوم هنا في النيكولا، حنا الدور ديالنا اليوم كنديروا واحد الحملة تحسيسية بمناسبة ديال عيد الأضحى، يعني كنطلبوا من الساكنة ديال مدينة محمدية باش تعاون مع الإخوان ديال النظافة بمناسبة ديال العيد. احنا كان بدورنا احنا كنقوموا بجميع ديال جمع النفايات وكنطلبوا من الساكنه اننا كنساهمنا وتعاوننا، وحنا كنفرقوا دوك اللي كيس بلاستيك كنطلبوا منهم باش يديروا فيهم كاع جميع الازبال ديال العيد وتحط في الاماكن الخاصه بجمع النفايات. اليوم اول بدايه ديال هذه الحمله التحسيسيه، واش لقيتوا تجاوب مع الساكنه؟ احنا الحمد لله اول نهار هذا كنديروا هذه الحمله التحسيسيه، وبهذه المناسبه يعني كاع الساكنه ديال هذه المنطقه دابا يعني تعاملوا معنا صراحه، يعني تا هما مستعدين باش يتعاونوا معنا، وغدا ان شاء الله غنكونوا في منطقه اخرى وكنطلبوا من الساكنه كلهم يتعاونوا مع الاخوان ديال النظافه. رساله للمدينه سكان مدينه المحمديه، حنا كنطالبوا من جميع السكان ديال مدينه المحمديه باش خاصهم يتعاونوا باش تكون المدينه نظيفه، باش تكون هي المثال في المغرب. بالنسبه لينا حنا كعمال النظافه كنقوموا بالدور ديالنا على 24 ساعه على 24 ساعه، ولكن المطلوب هو الساكنه ديال مدينه المحمديه. ولكن عندنا واحد الاكراهات بالنسبه لهذوك الكراجات اللي كيكونوا دايرين فيهم الناس ديال الحولي، يعني ملي تيمشيو تيخليو لينا الزبل تماك وكيلوحوا في الشارع، حنا كنطلبوا منهم هذه المره خصهم يتعاونوا معنا. ميرسي الله يحفظك. اذا معنا احد السكان ديال ديور الكرم، كيف شات البادره اللي كتقوم بها سيطا من اجل تحسيس الساكنه بالنظافه؟ المبادره اللي تدير بها سيطا راه مزيانه باش الناس ما بقاش يلوحوا هذاك الشيء ديال النفايات، لحقاش بخطره تكون قبل ما ديروا هذا الشيء كان ديما تيكون الزبل، تيكون تيلوحوا البطاين، تيلوحوا بزاف الحوايج، تخليو الدنيا خانزه، تخليو الدنيا خانزه. ودابا مزيان هذه المبادره اللي داروا وشكرا. الكلمه للشركه سيطا والساكنه المحمديه. وتنشكر هذه الشركه باش ديال سيكا بعدا باش دارت هذه المبادره، وتنشكرها بزاف لما لحقاش ما بقاش تلوح باش ما بقاش الزبال وما بقاش يولي النظافه. وشكرا. انت من احد الساكنه اللي كتكون هنا من المحمديه من دور دكولا. بغينا نعرفوا كي جاتكم هذه البادره اللي قامت سيطا، اللي دارت سيطا من ذاك الشهر فيها. وهنا حنا كنعاونوا السكان تا هما كيعاونوا باش ما يخليوش الزبل والوسخ والخنز في الدروبه عندنا. كننقيو كنديروا مجهودنا باش كننقيو، حنا كنكافحوا على دروبنا باش يبقوا نقيين. والحمد لله كنشكروا سيطا على هذا الشيء اللي دارت، وكنتمنوا ان شاء الله جميع المغاربه باش ينظفوا بلادهم ويعاونوا بلادهم. الجمعيه الاجتماعيه كتهديك بانيو باش توصلي فيها الفوا ديالك الكرشه بصحتك لاله فاطمه. ومره اخرى تنقولوا لهذه الجمعيه شكرا على هذه الحمله التحسيسيه، وموعدنا ان شاء الله في حي اخر اللي غنتواجدوا فيها غدا ان شاء الله. وإلى اللقاء وعيد مبارك سعيد.